الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من القلب إلى القلب. موضوعنا اليوم بخصوص علاقة الراجل بزوجته. العلاقة هذه اللي الأصل في الشيء ينتابها الحب والود والاحترام. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. رب سبحانه ذكر إن العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة رأس المال متاعها هي المودة والرحمة. إذا انقطعت المودة والرحمة بين الراجل وزوجته انعدمت الحياة وفات العيشة وفات كل شيء. الرحمة كنقولوا رحمة نقولوا كلمة طيبة، كنقولوا رحمة نقولوا وعاشروهن بالمعروف، كنقولوا رحمة نقولوا الحنان والألفة والعطف والتجاوز والصفح. كل واحد يعيش حياة زوجية سعيدة أعرف راه واحد من الزوجين حامل الدرك على الأخ، وواحد منهم مطيح وواحد منهم صابر. فكون أنت وإلا أنت يا أخويا وإلا يا أختي الشخص هذايا باش تتواصل العلاقة الزوجية بحب وود. الراجل يحب الاحترام، الراجل يحب القدر، والمرأة تحب الاهتمام وتحب الرحمة والمحبة والكلمة الطيبة. هذا هو المفتاح. عندك أنت مفتاح يا راجل، هذا المفتاح اللي عندك واللي لازمك تستعمله وتحل به. وانت يا أختي هذا هو المفتاح، احترام ورحمة وطاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها والأهم من ذلك وأطاعت زوجها قيل لها يعني يوم القيامة ادخلي من أبواب الجنة شئت. أضم أبواب الجنة قدامك، ادخل من أي باب تحب عليه. رحمة كبيرة. أنت عندك بيبان الجنة مفتوحة أمامك يا أختي. باش تحصلها؟ تحصلها بطاعتك لزوجك، بصيامك وبصلواتك وبطاعتك لزوجك وبتحسينك لنفسك. الدنيا متاع طول الكلام الخوية، وخير متاعها الزوجة الصالحة. اختار المرأة اللي تعاونك على طاعة ربي، اختار المرأة اللي تطيعك في المعروف، اختار المرأة اللي إن غبت عنها حفظتك، إن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظ سرك وحفظت أهلك ومالك وولدك. فيا ربي كل واحد يسيء الخلق مع زوجته تهديه وتصلح باله ويعتبر ويراجع نفسه ويعمل جرد بينه وبين روحه إنه يعامل أكل المرأة اللي وصلنا عليها سيدنا صلى الله عليه وسلم حتى في آخر أيامات حياته: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. الآخر لحظة في حياته هو يوصي على النساء رفقا بالقوارير. المرأة سماها قارورة لأنها أبسط الأشياء تجن تكسر خاطرها بكلمة، ربما تكسر خاطرها وبكلمة تكسب قلبها. المرأة نعمة كبيرة لما تعرف كيفاش تأخذها ليك، والزوج نعمة كبيرة لما تعرف كيفاش تأخذه ليك. فيا ربي اسعد كل واحد يعيش حياة واجعلها حياة زوجية مليئة بالفرحة والسعادة والألفة والمودة، وتبارك لهم في حياتكم وفي ذرياتكم. إنك على كل شيء قدير. نعم المولى ونعم النصير. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله وفي حفظ الله القادم. السلام عليكم. الله 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 الله.